كما كتعرفي دابا حنا في عصر التكنولوجيا، يعني الكتاب ولا ما صافي بالنسبه للدراري الصغار ما بقاش هو المؤنس بحال اللي كنا غير حنايا سبب اللي عاد جنا بلا اللي كانوا قبل منا. فعلى الاقل هنا كتحسيه بالكتاب فكيقيسو كيتعرف عليه، يعني كيعجل الكتاب يعني كتحبيه شويه في القراءه، يبعد شويه على الطابليت والتليفون وهذا، يعني على الاقل يتقرب شويه من الكتاب، يعرف بان حتى الكتاب راه عنده واحد القيمه حتى هويا في هذا الوقت هذا اللي ولا التكنولوجي تقريبا بامتياز. وحقيقة حنا كنستغلوا بعد هذا المعرض هذا اللي كنشكرهم انهم نضموا علينا هنا بعد في الرباط باش ولادنا نحاولوا نقربوهم من الكتاب ونشجعوهم على القراءة، لان دابا شتي هذا العصر هذا ولات عصر ديال الهواتف وديال الانترنت وديال هذا، يعني ولاو الدراري بعاد على الكتاب. الو حنا كنطمحوا باش انهم يتقربوا من الكتاب، يحاولوا يقراوا، يحاولوا يكون عندهم واحد لا باسيون باش يقراوا، لان دابا ولا الخاطر ضيق عندهم باش يحلوا الكتاب ويقراوه، كيمشيو للحاجه اللي موجوده. الوغ كنحاولوا ان نقربوهم من الكتاب ويتعودوا عليه ان شاء الله، ولما لا يوليو قراب منه. كتمثل لي قراءة الكتاب المتعة الكاملة في الحياة اليومية ديالي. كنفضل الكتب أكثر من المعلوميات. لا هو قرار ديالي وفي نفس الوقت شجعتني العائلة، كتعجبني الكتب ديال الميتافيزيقيا والكتب ديال القضايا البوليسية. الكتاب كيلعب دور مهم في التنشيط ديال الذاكرة ديال الأطفال من خلال المعلومات اللي كيضيفها للموسوعة الذهنية ديالهم. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.